والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الطالبة حلاسي مريم من جامعة مريم ماي 1945 جامعة كلية الأدب واللغات قسم اللغة والأدب العربي. يتناول موضوع أطروحتي دراسة جد مهمة تحت عنوان أو موصوفة بعنوان التأويل النحوي وأثره في فهم النص القرآني آيات مختارة من القرآن الكريم. قد يتساءل بعض منكم ما المقصود بالتأويل النحوي أو ما سبب لجوء النحاة إلى التأويل النحوي. نقول أن هناك نصوص أدبية غير اصطدم بها النحاة وأرادوا أن تكون متوافقة مع قواعد النحو العربي، وعندما اصطدموا بهذه الدراسات اللغوية لجأوا إلى التأويل، فهم لم يعيدوا النظر إلى القاعدة النحوية، وإنما لجأوا إلى تأويل تلك الدروس، تلك النصوص المخالفة للقواعد النحوية، لأن القاعدة عندهم يجعلوها بمثابة المعيار أو الميزان الرئيسي الذي يقيسون عليه قواعدهم، وبالتالي لا يمسون في القاعدة، وإنما يلجؤون إلى تأويل تلك النصوص اللغوية حتى تتوافق مع قواعد النحو العربي. وقد فرض طبيعة الموضوع سياق الإشكالية على النحو الآتي: هل فعلا كان للتأويل النحوي دور فعال في تقليل فهم النصوص في سهولة ويسر؟ وهل فعلا كان لجوء النحاة إلى أساليب التأويل النحوي دافعا أساسيا لجعل النص متسقا مع قواعد النحو العربي وأحكامه أم لا؟ فإن كان الأمر كذلك فإلى أي مدى يمكن تسليم هذه الرؤية؟ والأمر قد شرف الله سبحانه وتعالى اللغة العربية بأن أنزل القرآن الكريم بها، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكان من هنا القرآن الكريم هو الدافع الأساسي لقيام الدراسات اللغوية. والأمر الذي ينبغي الإشارة إليه هو أن العرب قديما لم يعرفوا النحو، ولم تكن لديهم قواعد يخضعون إليها، بل كانوا يتكلمون سليقة بطريقة سليمة. ولما جاء الإسلام الكريم واتسعت الفتوحات الإسلامية ودخل الأعاجم الإسلام، احتكوا بالعرب. فماذا فعل العربي؟ تساهل مع لغته خدمة للأعجمي، بيد أن هذه الخدمة أدت إلى الفساد. فماذا فعل؟ دخل النحو وتفشى النحو إلى الألسن، فتفشى شيئا فشيئا منه إلى العامة ومنه إلى الخاصة، إلى أن مس جانبا مهما من قدسيتها يتوقف على القرآن الكريم. ها هنا